صباح الشروق، تحية صباحية لكل مشاهدينا وكل متابعينا. وفي هذه المساحة نتواصل معكم من معبر أرجين والعالقين، ووصول أول العالقين اليوم إلى الخرطوم العائدين من جمهورية مصر العربية. سعيدين جدا أنه يكون معنا الباش مهندس الهادي أحمد آدم، مدير معبر أرجين، عبر هذه المساحة لنتحدث أكثر عن وصول العالقين. باشمهندس الهادي، اهلا بك، صباح الخير. عليكم السلام ورحمه الله. سعيدين جدا بك عبر صباح الشروق. ونبدا بدايه الحديث عن استقبال المعبر امس، حوالي 10 باصات تحمل الدفعه الاولى من السودانيين العالقين والعائدين بحول الله. اول حاجه مرحب بكم ومرحب باذاعه الشروق. نسال الله لنا ولكم التوفيق خدمة البلاد والعباد. نعم. الحمد لله، يعني الحمد لله تم أول فوز غادي من جمهورية مصر من العالقين في على 10 بساط، فعدد 461 راكب. الحمد لله خشوا بسلامة والترتيبات كانت يعني بصورة جيدة جدا جدا، وكل الإدارات في معبر أرجين كانت حضور، وحتى محلية أمن وادي حلفة كانت حضور لاستقبال هؤلاء النفر الكريم، وتمت الإجراءات بسهولة جدا جدا ويسر من الحمد لله. إدارة معبر لجوازات لجمارك لمرور، و تم اعداد الطعام بصوره كويسه جدا جدا من اخواننا في المنظمة الاحمر السوداني. نعم. والحجر الطبي كان على استعداد تام بمعداته وادواته واجهزه الفحص والتعقيم. و دي كلها يمكن اجراءات وترتيبات انتم جهزتوا لها من بدري، عشان طبعا الاعداد هي كبيره جدا. احنا جهزنا للاجراءات دي من يوم السبت قبل الاجراء بيوم. نعم. يعني حتى الناقل عملنا اتصالاتنا مع الجهات المعنيه اللي هي اتحاد غرف النقل السوداني والغرف المختصه بالبساط السفريه. يعني مشكورين، يعني البساط يعني حضرت للمعبر قبل 24 ساعه لوصول العالقين. طيب. كان كل الاكل هنا حضور لاستقبال النفر الكريم. والحمد لله يعني ورقوا مننا يعني بروح طيبه جدا جدا ومعنيات عاليه، ومعظم الدخول بتاع امبارح اسر. كلها اسر واصحاب الامراض. قعدنا معاهم واستفسرنا منهم. نعم. من حالتهم من هنا، يعني عقلين انهم كويسين، ودغض ربنا سبحانه وتعالى جعلهم انه يقعدوا الفتره دي، ليه؟ لان اصلا دي ظروف عالميه. صحيح. صحيح. هم اقتنعوا بها. طيب احنا ممكن يعني مبدئيا كده او تقريبا نتكلم عن عدد العالقين عموما والمتبقيين واللاحقين، وبرضه كيف حيتم الاستعداد لهم، لانه انا سمعت انه العدد قد يفوق ال 5000 او يصل الى 6000 عالق. والله احنا يعني العدد اللي عرفناه الجمله المسجله لدى السفاره والقنصليه في اسوان هذه 6000 عالق. الطيران حينقل ال 1500 عبر الجو. وال 4500 عبر البر عن طريق معبر أرجين البري. وحيتم اجلاهم بالناقل الوطني. البساط السفريه السودانيه ان شاء الله حتكون مرابطه معنا هنا على حسب ما يفيدونا بالعدد القادم. يعني احنا بنقوم بنتصل باللجان المختصه سواء كان في المركز او في الولايه الشماليه. لان يعدوا لنا الناقل، يعدوا لنا الوجبه، يعدوا لنا ما هم محتاجينه الانسان الداخلي. صحيح. نعم. صحيح. ماذا عن النواحي والاجراءات الصحيه؟ والله الاجراءات الصحيه دي يعني ماشيه على حسب التوجيهات بتاعت اللجنه العليا للطوارئ الصحيه. طيب خدتنا في الصوره بالضبط الحاصل شنو؟ خدتنا في الصوره فيها بالضبط فيها شنو؟ والله الان العقيم الطبي الان موجود كامل هنا بكوادره وبمعداته وباجهزته. بيتم فحص لكل الحمد لله. يعني يمكن امبارح دخول العالقين الفجر الاول ده قام بكل الشغل المنظمه في المجال بتاع الكشف والفحص والتعقيم والحياه. فحص
فحص وتعقيم. طيب في يعني انت حاسس انه الكادر الطبي متوفر عشان يعمل تغطيه لكل الاعداد العالقه والقادمه الى الخرطوم باذن الله تعالى؟ والله ما متوفر، ما متوفر، لانه انا قبل الاغلاق عشان نمرق الناس انا كان عندي كادر جيد جدا جدا، يعني بدون 13 14 من طبيب لمساعد طبي. حتى انا الان عندي ثلاثة فقط. ثلاثة ما يقدروا يواكلون مثلا 1000 نفر عشان نمرقوا في لحظة وجيزة. ثلاثة فقط؟ ثلاثة فقط. طيب قاعد بيتصرفوا كيف يعني؟ مع الأعداد الكبيرة دي. أنا عندي إسعاف يعني مختص ومعين للمعبر، للحالات الطارئة للمعبر، حتى لو كان ما في أي مرض المعبر شغال، عشان لو حصل حاجة نجي نزور المريض ده لبنغلة. نعم. عندنا أرجين يعني مسافة بعيدة جدا من بنغلة، يعني 360 كيلو. فعلى حسب الاتفاق بتاع اللجنة أنه الإجلاء لما يتم المعبر ده يكون فيه أقل شيء 5 إزعاف. لأنه في حالات ما تتحمل تمشي بالبساطة. طيب أنت الآن ممكن على الهواء تدري صوتك لوزير الصحة الآن، ويعني عشان تكون في برضه مطالبة بتوفير المعينات الطبية، توفير الكادر البشري اللي بيعمل في الحقل الطبي. نعم. عشان طبعا دي دفعات الليله 400، لكن بكره وبعد بكره والاسبوع الجاي حتكون في اعداد اكبر. والله يعني احنا واغلب الناس عندها امراض مزمنه وسافرت العلاج. نعم، احنا الان وصلتنا برقيه من اخواننا في الجانب المصري على انه في 1500 متحركين من القاهره الليله للمساء، حيصلوا عندنا هنا صلاه الصبح. حيتوجهون على دفعتين، يعني بكره الثلاث عندنا 750 راكب داري اللي هم ما اقل من 16 17 بس، بالاضافه للوجبه يتم اعداد كيف، بالاضافه للطاقم الطبي ده حيكون يستقبل الناس بياتوا نوع وبياتوا اكيد وبياتوا شكل من النواحي الاحترافيه. صحيح. ان الجمارك مهمتها انه تفتش مبدئي كده، لانه احتمال يكون في دول شايل حاجه ما عارف هي هذا بالضر هو ولا بالضر الاخرين، عشان لو لقاه الدرجة طوال يرفع أفوشي، لا في رسوم لا في قتلة. يعني حاجة شكلية. أيوة. عشان الناس طبعا احتمال الناس الخاشين العالقين دول ما كل الناس نفوسهم سوا، يعني في ناس ممكن تكون نفوسهم ضعيفة يدخلوا حاجة ممنوعة للبلاد. صح فعلا، تفتيش مهم. عشان كده الجمارك بتحترف في الحتة دي تعمل تفتيشها كامل، لكن أنا عبركم أنتم عبر إذاعة الشروق. قناة الشروق. نعم. انه يعني الان نيبر اردين محتاج لدعم سواء كان لوجستي ولا دعم مالي ولا معنوي، وعلى الاقل يعني يكون جاهز بكل النواحي. شنو؟ لانه منطقه يعني تعتبر انه منطقه طرفيه شديد. بالضبط كده. جميل. شنو المعيقات الثانيه؟ مدينه وادي حلفة يعني عبر البحر يعني 65 كيلو، لكن برضه محليه امكانياتها في حدودها. يعني لا تقدر على الشغل. جميل. باشمهندس الهادي شنو؟ نعم باشمهندس الهادي، لو سامعنا، شنو المعيقات الثانيه الموجوده في طريقكم وتواجهكم؟ ممكن برضه نوضحها للمشاهد الكريم. والله احنا الان بينقصنا الوقود، لان احنا شغالين هنا بمولدات. المولدات دي عندنا تناكر بتجلب المويه بتاعت الشراب من البحر للمعبر. لو الوقود ده الان عندنا خلص يعني ما بنقدر نستقبل لنا دول ثاني، لانه المعبر بيكون واقف من الكهرباء ومن الخدمات. نعم. يعني واخترنا الحته دي حتى الجهات العليا والجهات المسؤوله مننا، انه احنا ناقصنا 1 2 3، والكلام ده قبل الاجلاء، عشان الواحد لما يجي الاجلاء ده ثاني ما في حديث. صحيح. العمليه لازم تستمر. بتكون... نعم. العمليه لازم تستمر، يعني ما في توقف، طالما في ناس عالقين وهم وافدين لازم العمليه تكون مستمره وتكون نعم. دخلنا بالولايه الشماليه قالوا يا اخي حيرسلوا لنا وقود. يعني الكلام ده من يوم ان شاء الله يكونوا سامعينك الان باشمهندس، ان شاء الله يكونوا سامعينك. يوم السبت وصوتك يصل. احنا لغايه ما جانا جالون بك وقود عشان نقدر نستخدمه والاداره دي والاليات دي عشان نقدر نشتغل. صح. المسؤوليه الكبرى. طيب ممتاز. برضه احنا حنجيب في حاجه مهمه جدا، يعني الوبائيات كيف تواصلهم معاكم وحضورهم كم؟ منهم؟ الوبائيات ناس الصحه ولا ناس؟ ايوه ناس الصحه. نحن اصلا هذا اسمه معنا ناس الحجر الصحي، ناس الوبائيات ما معنا. ناس الوبائيات ما وصلوكم لحد الان؟ ما جونا، جونا ناس الحجر الصحي. حجر الصحي. ناس معانا من قبل الاغلاق وقبل الاجلاء. يعني ده نفس الكادر اللي كان معين. انتوا ما تواصلتوا معاهم يا باشمهندس؟ ها؟
احنا تواصلنا معهم و وعدونا لان يا اخي يدعمونا بكوادر وبمعدات وبعربات. لكن ده ما حصل. والمصريين دول افادونا بان الاجلاء ده بيبدا من يوم 21 لغايه يوم 30/6 وغادي يمتد. يعني ماكسيم 10 يوم او اسبوعين. جميل. طيب يا باشمهندس الهادي نحن شاكرين لك جدا. وسريعا في ثواني تترك المجال لكلمات اخيره او 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 رساله اخيره. والله نحن يعني الان يعني بنقول نحن جاهزين وفي اي لحظه نستقبل. لازم نحتاج للسرعه بتاعت الاجراءات وسرعه الدعم عشان الناس يحسوا او في وضع زي ده نرجع لورا. يعني احنا الان يعني جاهز لنا 10 بطات من الجانب المصري الموجود عندي في الباب هنا 5 بطات. ولو حاولت تتصل بالجهات المعنيه بتاعت البطات بقول لك انا داير ما اعرف البط بتاعي ده اتحرك البط مبلغ منه. انا في التزامات ماليه. صحيح. نعم. ايوه دي احنا يعني بفوق لقدراتنا. جميل. الموضوع كبير يا باشمهندس. المسؤولين نناشد المسؤولين يعدوا لنا العده من النواحي الاداريه كويس والدعم اللوجستي والدعم المادي كويس وبالكوادر في المقام الاول وبكل الاجهزه والمعينات عشان نمرق الناس دي في اقل زمن ونمرقهم بصوره طيبه وسلسه جدا ويكونوا راضين عننا وراضين عن نفسهم. صوتك وصل بإذن صوتك الله. وصل عبر قناه الشروق عبر صباح الشروق. شكرا للافاده. شكرا لكم قناه الشروق وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. كان هذا مشاهدينا الباشمهندس الهادي احمد ادم مدير معبر عرقين وتحدثنا عن وصول العالقين وابرز المعيقات التي تواجههم في العبر. نتمنى ان يعود كل العالقين بصحه وسلامه ايضا تامه الى اهلهم وتتذلل امامهم. نعم. هنالك يعني مثلا عقب ضيف ابدا الاذعار الخرافيه كنت حابه اتكلم عنها لكن طبعا الزمن ما ازعفنا لاذعار التذاكر برضه واذعار الطيران. دي طبعا حاجه كانت صعبه جدا بالنسبه لناس كانوا قاعدين قرابه الخمس شهور برا بلدهم يعني طبعا وما بيدهم ولا بيدنا ولا بيد كل العالم لكن الظروف فرضت الحاجه دي عشان الجائحه. لكن نتمنى العوده تكون سريعه ونتمنى انه يكون في يعني تواصل سريع مع وزاره الصحه واستقبال برضه للحالات اللي ممكن تكون حتى لو فيها اشتباه يعني يكون في تعامل جيد. احنا تعامل جيد وجاد. صح. نعم هنتواصل عندنا تقرير عن الجروف ونعود.